بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن منحه ال 500 جنيه اسماء المستفيدين في منحه العماله الغير منتظمه الدفعه الرابعه 2020 من خلال الموقع الرسمي. خليكم معايا لاخر الفيديو. اعلنت منذ دقائق قليله لجنة دعم ومساندة العمالة الغير منتظمة من انتشار فيروس كورونا المستجد عن صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمالة الغير منتظمة ابتداء من يوم الأحد الموافق 6 من شهر ديسمبر 2020 وتستمر حتى يوم 10 من نفس الشهر. وقد أشارت المصادر الخاصة بنا أن عدد المواطنين المستفيدين من هذه المنحة أكثر من 200 ألف مواطن، ويتم توزيع المنحة لمدة 3 أشهر متواصلة. وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لمساعدة المواطنين الفقراء المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد كمرحلة تانية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وسيتم صرف المنحة من خلال البنوك ومكن الصرف الآلي، ويمكن لجميع المواطنين معرفة هل تم اختيارهم في هذه المنحة أم لا عن طريق الدخول على موقع وزارة القوى العاملة وكتابة البيانات الخاصة بهم. لكي تتمكن من الحصول على أسماء المستفيدين يجب عليك اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط اللي أنا هسيبه لكم إن شاء الله تحت الفيديو، الضغط على الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة. يجب عليك بعد ذلك كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم اللي هو أنت يعني، بعد كده الضغط على أيقونة الاستعلام عن المنحة. ويذكر أن وزارة القوى العاملة تقوم بإرسال رسالة نصية لجميع المواطنين الفائزين بهذه المنحة، وعلى جميع المواطنين انتظار استلام الرسالة ثم التوجه بعد ذلك إلى مكان الصرف إن كان لك الأحقية في الحصول على المنحة. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.